بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في الجزء الثاني من محاضرة الثراث الكهول. النهاردة هنتكلم على الانتركوستال ارتريز اند فينز. معاكم دكتورة رشا ربيع، اسيستنت بروفيسور اوف اناتومي اند امبريولوجي الكسندريا يونيفرستي. الحقيقة احنا عندنا نوعين من الانتركوستال ارتريز، انتيريور وبوستيريور، وده عكس النيرف. احنا كان عندنا انتركوستال نيرف واحد بس بيمشي من بوستيريور ويروح لانتيريور. في حاجة تانية عايزاكم تاخدوا بالكم منها، هو احنا عندنا كام ضلع يا ولاد؟ 12، بس اخر اتنين فلوتينج، ما بيوصلوش لا للاسترنم ولا للريبس اباف. فبالتالي لما تيجوا تشوفوا السبيسز اللي ما بينهم هتلاقوا عندنا حوالي 9 سبيسز موجودين من قدام. ادي اهم ال10 ريبس، 11 و12 فلوتنج. فلما تيجوا تعدوا السبيسز ما بين ال10 دول هتلاقوهم 9. كل سبيس بيبقى تحت الريب اللي فوقيه، يعني السبيس التاسع بيبقى تحت الريب التاسع، السبيس الخامس بيبقى تحت الضلع الخامس وهكذا، السبيس الاول بيبقى تحت الضلع الاول. تعالوا 11 بقى و12 لانهم فلوتنج، احنا ما عندناش انتيريور انتركوستال سبيس من قدام، لكن تعالوا شوفوا المنظر من ورا. بصوا بقى على المنظر من ورا يا جدعان اهو. فبالتالي احنا عندنا 12 ضلع من ورا، فبالتالي عندنا 11 انتركوستال سبيس، وقلنا كل سبيس تحت الضلع اللي فوقيه، يعني ده السبيس رقم 11 تحت الضلع ال11، ده السبيس العاشر تحت الضلع العاشر وهكذا، تمام؟ فبما ان 11 و12 مش بيكملوا على قدام، فاحنا ما عندناش غير 9 انتركوستال سبيسز بس من قدام. طب وايه يعني؟ استفدنا ايه ان شاء الله؟ استفدنا ان احنا عندنا كده بص 11 انتركوستال سبيسز من ورا، فبالتالي عندنا 11 انتركوستال ارترز من ورا، وعندنا 9 انتركوستال سبيسز من قدام، فبالتالي عندنا 9 انتيريور انتركوستال ارترز. طيب تحت الضلع الاخير، الارتري اللي يطلع تحت الضلع الاخير بنسميه ايه؟ بنسميه سب كوستال ارتري، سب كوستال ارتري، مش بنسميه ابدا انتركوستال لانه مش بين الضلوع، ده تحت الضلع. هنبتدي نتكلم على الانتيريور انتركوستال ارتريز. ايه اللي حاشين اول 9 انتركوستال سبيسز؟ طيب مين المعلم اللي قاعد في الثراث الكيجي ده ورا الاسترنم؟ ده الهارت. جميل، فين الفيرست ريب؟ اهو. مين الارتري اللي راكب على الفيرست ريب؟ ده الليفت سبكليفيان ارتري. طب الرايت فين؟ الرايت بيديني النومينيت اهو، والانومينيت ده بيتقسم الى رايت كومون كاروتيد ورايت سبكليفيان. مش مهم الكلام ده، المهم ان انا عندي رايت سبكليفيان راكب على الضلع اليمين، وليفت سبكليفيان راكب على الفيرست ريب اوف الفيرست ليفت ريب، وبيكمل بعد كده كاكزيلري لو تفتكروا من الماضي السحيق. ما علينا، ركزوا لي بقى في السبكليفيان ده. لو خدتوا بالكم من الفيرست ريب بيوصل ما بين الفيرست ثراسيك فيرتبرا والاسترنم من قدام. ادي الفيرست ريب يا ولاد اهو، بيوصل ما بين الاسترنم من قدام، هنا الاسترنم اهي، والفيرست ثراسيك فيرتبرا. عندي بقى عضله يا ولاد اسمها اسكالينس انتيريور، العضله الحمراء اللي انا هرسمها دي اسمها اسكالينس انتيريور، جايه من فوق كده وماسكه في الفيرست ريب، العضله الحمراء. ولما السبكليفيان ارتري هيركب على الفيرست ريب كده اهو، هيتقسم بوجود العضلة دي لثلاث أجزاء.
الجزء الأحمر ده يا ولاد هيكمل ك auxiliary. المهم ركزوا في السبكليفيان، هيتقسم إلى ثلاث أجزاء وجزء تاني بيبقى تحت العضلة. يبقى في جزء ميديال للعضلة وجزء تحت العضلة هنا وجزء هنا لاترال كده للعضلة. ركزوا لي بقى في الفيرست بارت ده، لأنه هينزل لي أرتري على تحت يدخل القفص الصدري واسمه internal memory، هينزل على تحت خلاص على كل ناحية. يبقى ال internal memory ده طالع من ال first part of ال subclavian artery. طيب يبقى أنا عندي ال artery اللي أنا هرسمه دلوقتي بالأصفر طالع من ال first part ونازل يعني 1.5 inch بعيد عن اللاترال بوردر اوف الاسترنال، اهو نازل نازل لحد ال 6 انتركوستال سبيس هيقف. هيديني حاجتين الصراحة، واحد اسمه سوبيريور ايبيجاستريك هنقطه بالأحمر، والتاني اسمه ماسكولوفرينيك، والتاني اسمه ماسكولوفرينيك هنقطه برضو بالأحمر أهو. تمام. طيب بصوا على الأصفر ده اللي هو اسمه internal memory، بيديني في كل intercostal space 2 anterior intercostal arteries. طبعا اللي هيحصل على اليمين هيحصل على الشمال، 2 خلاص في أول 6 intercostal spaces. أمال السابع والثامن والتاسع مين اللي يديهم؟ يديهم الماسكولوفرينيك، هلونهم بالأخضر، 2 برضو. خدوا بالكم إحنا ما عندناش غير التسعة intercostal spaces لعدم اكتمال الضلع الحداشر والاتناشر خلاص؟ يبقى أنا دلوقتي عندي كام anterior intercostal arteries؟ عندي 9، بس 9 أزواج يا ولاد على كل ناحية، لأن ال anterior intercostal arteries 2 في كل space intercostal space، أول 6 بيطلعوا من ال internal memory، إنما 7 و 8 و 9 بيطلعوا من الماسكولوفرينيك. طب مين هو الماسكولوفرينيك؟ ده نهاية ال internal memory في ال 6 intercostal space. مين المعلم اللي فوق الكبير ده؟ الأرتري الكبير ده سبكليفيان. مين الأرتري اللي نازل على تحت وجوه القفص الصدري؟ بتقولي جوه؟ أيوه يعني انترنال. قفص صدري؟ أيوه يعني ثوراسيك. شايفين يا ولاد بيدي 2 برانشز في كل سبيس أهو لحد 6، إنما بقى 7 و8 و9 ده طالع من الماسكولوفرينيك. سوبيريور ايبيجستريك بيدي حاجه؟ لا ده رايح للانتيريور ابدومينال وول. وده منظر عاطفي للانترنال ثوراسيك ارتري او الانترنال ميموري ارتري، وهو ماشي 1.5 سنتيمتر لاترال تو ذا سترنم، وبيجي لل 6 انتركوستال سبيس يتقسم لسوبيريور ايبيجستريك وماسكولوفرينيك، وادي السبكليفيان ارتري وهو راكب على الفيرست ريب. وده منظر أكثر عاطفية للسكالين ماسل وهي بتقسم الصب كليفيان لما يعدي من تحتها. بصوا على الصورة هنا، ادي الصب كليفيان اللي راكب على الفيرست ريب، تابعوه كده، وفي عضلة هي خفيفة ظلها خفيف اللي هي دي السكالينس انتيريور يا ولاد، بيعدي من تحتها. طب هل في برانشز تانية بيطلعها الانترنال ماماري او الانترنال ثوراسيك ارتري؟ يعني عيب عليه يبقى اسمه ماماري وما يغذيش الماماري جلاند، كمان عيب عليه يبقى موجود في القفص الصدري وما يديش للهارد بريكارديال برانشز او للديافرام بريكارديوفرينيك برانش، كمان السبيس اللي موجود ما بين الاثنين لانج اسمه ميدياستاينم يطلع ميدياستاينال برانشز. تمام، يبقى اوعوا تنسوا البرانشز اللي بيطلعها الانترنال ثوراسيك ارتري، ماماري
للهارت بريكارديوم السبيس اللي موجود ما بين الاثنين لانج. الاولاد ده اسمه انترنال ثوراسيك او انترنال ماماري، يعني لازم يغذي كل حاجات الثوركس، لازم يغذي الماماري جلاند، بيطلع لك الانتيرو انتركوستال ارتريز سواء هو او بابنه الماسكولوفرينيك. النهايات بتوعه طبعا سوبيريور وماسكولوفرينيك ارتريز، سوبيريور ايبيجاستريك وماسكولوفرينيك ارتري. ممكن توقفوا السلايد هنا وتستمتعوا ببرانشات الانترنال ماماري ارتري. هو فين ده؟ اهو طالع من فين؟ الفيرست بارت سبكليفيان. امال مين العضله دي؟ سكالينس انتيريور. نيجي بقى يا اولاد للبوستيريور انتركوستال ارتريس. احنا عندنا كام انتركوستال سبيس يتشافوا من ورا؟ 11. فاحنا بالتالي عندنا 11 انتركوستال سبيس ب 11 انتركوستال بوستيريور انتركوستال ارتريس. ادي الارش اوف الايورتا، وبعدين ينزل بديسندنج ثوراسيك ايورتا، وبعدين بيكمل بعد ما يخرج الحجاب الحاجز بابدومينال ايورتا. الارش بقى بيطلع لي ليفت سب كليفيان ارتري اهو، بيطلع لي ليفت كومون كاروتيد اهو، وبيطلع لي النومينيت اللي بيتقسم الى رايت سب كليفيان وليفت ورايت كومون كاروتيد. وبعدين احنا قلنا ان السب كليفيان بيتقسم الى ثلاث اجزاء، واحد اتنين تلاتة. نفس القصة هنا، تلاتة وواحد واتنين. ركزوا بقى في الجزء التاني بتاع السب كليفيان، بيطلع منه حاجة اسمها كوستو سيرفايكال ترانك. كوستو سيرفايكال ترانك، ترانك صغير مش سكند بارت اوف سب كليفيان. كوستو سيرفايكال يعني حاجه للكوستال يعني الضلوع، وحاجه سيرفايكال بيطلع برانش بيطلع على النك ماليش دعوه بيه اهو. خلونا بقى بيطلع برانشين اتنين، برانش عفوا واحد اسمه سوبيريور انتركوستال، اللي بعد كده بيتقسم لاتنين بوستيريور انتركوستال لاول انتركوستال سبيسز من ورا، واحد واتنين واحد واتنين. يبقى تاني السكند بارت اوف السب كليفيان ارتري بيطلع لي حاجه اسمها كوستو سيرفايكال ترانك، اللي بيدي سيرفايكال برانش وبيديني حاجه اسمها سوبيريور انتركوستال. السوبيريور انتركوستال بيطلع البوستيريور انتركوستال ارتريز بتاعت اول اتنين انتركوستال سبيسز. طيب التالت بقى، التالت والرابع والخامس، ادي التالت رابع خامس سادس سابع تامن تاسع عاشر حداشر، من 3 ل 11 طالعين منين؟ من الديسندنج ثوراسيك اورتا. طيب ال 12 اسمه انتركوستال؟ لا اسمه سب كوستال، وده طالع يا اولاد السب كوستال ده برضو من الديسندنج ثوراسيك اورتا. سب كوستال، القلم مش مساعد. طيب يبقى احنا عندنا اولاد اول بوستيريور انتركوستال اتنين، اول اتنين بوستيريور انتركوستال طالعين من السوبيريور انتركوستال، اللي طالع من الكوستو سيرفايكال، اللي طالع من السكند بارت اوف سب كليفيان. انما من 3 لحد 11 طالعين يا اولاد من الديسندنج ثوراسيك اورتا، ودول اسمهم بوستيريور انتركوستال سبيس، بوستيريور انتركوستال ارتريس. خدوا بالكم عددهم واحد بس، انما كان الانتيريور اتنين في كل سبيس. السب كوستال ارتري ده طالع من الديسندنج ثوراسيك اورتا ومفيش قصاده انتيريور انتركوستال ارتري. طيب اذا علمت ان البوستيريور انتركوستال ارتري بيروح على قدام عشان يعمل اناستموزز والتحام مع الانتيريور انتركوستال ارتري، دماغكم عملت ايرور. ليه؟ عشان البوستيريور انتركوستال ارتري في كل سبيس واحد على كل ناحيه، انما الانتيريور انتركوستال سبيس اتنين على كل ناحيه. ازاي اتنين هيعملوا انستموزز مع واحد؟ تعالوا نشوف. ادي يا اولاد البوستيريور انتركوستال ارتري.
طبعا في الجزء الخلفي من الانتركوستال سبيس بيبقى ما بين الضلوع، انما لما تطلع على اللاترال بارت والانتيريور بارت بيدخل يا ولاد في السب كوستال جروف، عشان كده هنقطه، عشان كده بيبقى محمي في الكوستال جروف في الانتيريور واللاترال بارت، انما بيبقى نوت بروتكتد في البوستيريور بارت. ما علينا، عند الانجل اوف ذا ريب يطلع منه برانش تاني يمشي على الابر بوردر اوف الريب بلو اهو. طيب عندنا احنا من قدام في انبوبه الانترنال ثوراسيك ارتري اللي في كل سبيس بيديني 2 انتيريور انتركوستال، 2 انتيريور انتركوستال هيروحوا يقابلوا البوستيريور انتركوستال برانش للابر انتيريور انتركوستال، والكولاترال برانش هيقابل اللور بارت اوف الانتيريور انتركوستال، باعتبار رقم 1 هو الابر ورقم 2 هو اللور انتيريور انتركوستال. الابر هيقابل البوستيريور انتركوستال ارتري ذات نفسه، واللور هيقابل الكولاترال بتاع البوستيريور انتركوستال ارتري ويعملوا انستيموزس. يبقى كده بسبب الكولاترال حلينا اشكال ان 1 قصاد 2، كلكم عليا ولا ايه؟ راح مطلع كولاترال برانش عشان يحل مشكله 2 قصاد 1. طيب احنا هنا قصينا القفص الصدري من قدام عشان اوري لك الديسندنج ثوراسيك اورتا، وهو مديك بوستيريور انتر كوستال ارتري، وعلى فكره البوستيريور انتر كوستال ارتري هو اللي بيمشي بقى في الكوستال جروف. فاكرين الفين؟ فين ارتري نيرف اللي ماشيين في الكوستال جروف من فوق لتحت، اهو البوستيريور انتر كوستال ارتري ده هو اللي ماشي في الكوستال جروف. طيب احنا قلنا هيلف لفته كده عشان يقابل الانتيريور، طب تعالوا نحط كده الانتيريور، الاثنين انتيريور برانشز، ادي 2 انتيريور هنا و2 انتيريور هنا و2 انتيريور هنا وهكذا، و2 انتيريور هنا و2 انتيريور هنا و2 انتيريور هنا، هيقابلوا الخضر اللي هو البوستيريور، 2 بوستيريور بقى، البوستيريور والكولاترال بتاعه، البوستيريور والكولاترال بتاعه وهكذا. هنا اهو مثلا في السبيس الفوقاني اهو البوستيريور والكولاترال بتاعه، بصوا على فوق اهو اهو، يعني معنى كده البوستيريور انتركوستال ارتريز الخضر دول هيلاقوا انتيريور انتركوستال توقفهم وتعمل معاهم انستموزس. طب خدتوا لي بالكم بقى من الريب ال 11 اهو اللي ما بيكملش، والريب ال 12. طيب معنى كده ان البوستيريور انتركوستال ارتري اللي هو الاخضر ده تحت الريب العاشر يبقى العاشر، والبوستيريور انتركوستال ارتري تحت الريب ال 11 يبقى ال 11. مش هيلاقوا انتيريور انتركوستال ارتريز توقفهم، مش هيلاقوا، اللي هو ده رقم 10 وده رقم 11 خلاص، انما دول رقم 9. طبعا انا عندي انتيريور انتركوستال ارتريز في لحد السبيس رقم 9 عادي، ده السبيس رقم 9. لكن خدوا بالكم بقى من العاشر انتركوستال اللي هو لونه اخضر ده وال11، العاشر وال11 بوستيريور انتركوستال مش هيلاقوا انتيريور انتركوستال ارتريز من هنا تلحم معاهم وتوقفهم، هيعملوا ايه؟ هينزلوا لجدار البطن يغذوا عضلات البطن، يبقى 10 و11 بوستيريور انتركوستال ارتريز نازلين لجدار البطن، علشان كده دول بنعتبرهم بقى ايه؟ حاله خاصه. يبقى البوستيريور انتركوستال ارتريز عددهم كام يا ولاد؟ 11. اول 2 حاله خاصه عشان طالعين من السوبيريور انتركوستال، اللي طالع من الكوستو سيرفايكال، اللي طالع من السكند بارت سب كليفيان. اخر 2 حاله خاصه عشان مش هيلاقوا 2 انتيرو انتركوستال ارتريز يوقفوهم ويعملوا معاهم انستيموزز، يعملوا ايه؟ ينزلوا للانتيريور ابدومينال وول، ينزلوا للانتيريور ابدومينال وول. حلو الكلام، اول 2 حاله خاصه، اخر 2 حاله خاصه. يلا يا رجاله
أبطالي، يلا شخصوا لي السهم ده بيشاور على مين. خدوا بالكم الضلوع مقصوصة. خلاص طيب شخصته. شطار. فاكرين يا ولاد الأورتيك أوبننج بتاعت الديافرام؟ كان بيعدي منها الأبدومينال إيورتا أهو، وماشي تو ذا رايت أوف الأبدومينال إيورتا الأسوفيجس أهو، بعدين يجي يكروس عليه كده عشان يدخل من الأوبننج بتاعته. طيب كمان في ثوراسيك داكت بتطلع من نفس ذات الفتحة، تطلع كده يا ولاد to the right side of الأسوفيجس، وبعدين هتعدي من تحت الأسوفيجس وتيجي to the left side of الأسوفيجس. دي ثوراسيك داكت. وفي كمان الأزيجوز فين، الأزيجوز فين بيعدي من نفس ذات الفتحة أهو في طريقه للسوبيريور فينا كيفا. خلاص طيب يبقى في كمان السمباثيك تشين، اوعوا تنسوا. بس ما بتعديش في الاورتيك اوبننج، هنا كمان في سمباثيك تشين. تفتكروا بقى البوستيرو انتركوستال ارتريز الرايت اطول ولا الليفت اطول؟ قال لي الليفت اقصر علشان خاطر الابدومينال ايورتا ناحيه الليفت، فبالتالي بيطلع بوستيرو انتركوستال ارتريز بتعدي من تحت السمباثيك تشين كده على الليفت سايد. انما على الرايت سايد بقى بصوا يا ولاد لازم تعدي من تحت كل الهلومه دي كلها. على الرايت سايد لازم تعدي من تحت الثوراسيك داكت والاسوفيجس والازيجوس والسمباثيك تشين، وبيبقوا اطول لان طبعا الثوراسيك اورطه محذوف ناحيه الشمال، فبالتالي رحله البوستيرو انتركوستال ارتري على الرايت سايد هتبقى اطول. مين اللي انا هلونه بالاحمر ده؟ هي جت معايا اصفر. مين ده؟ مين ده وعامل قرش من هنا كده؟ ها؟ ده الثوراسيك اورت. طيب مين اللي انا هلونه بالاحمر؟ كل ده ده الأسوفيجس، خدتوا بالكم؟ طيب مين اللي همشي عليها بالأخضر؟ ده الثوراسيك داكت اهي، وبعدين كانت على الرايت سايد اوف الأسوفيجس، عدت تحت الأسوفيجس وجت على الليفت سايد بتاعه اهو. طيب مين اللي هلونه باللبني؟ ده الأزيجوس اهو. تمام البوستيرو انتركوستال ارترز على الرايت سايد اللي انا هدوس عليهم بالاحمر لما تطلع، هتطلع ورا الاسوفيجس والثوراسيك داكت والازيبس اللي بنقطهم دول، وازيدك من الشعر بيت هتطلع خلف السمباثيك اتشين. الحته دي مش على طلبه الفيزيكال ثيرابي ولا على طلبه طب جامعه اسكندريه، دي فزلكه كده. خلاص وهنا هنزود السمباثيك تشين. بصوا يا ولاد ده قطاع عرضي لواحد واقف قدامكم من ظهره، يعني كده انتيريور وكده بوستيريور. طيب كده يمينه وكده شماله، ادي انتوا شايفين الابدومينال ايورتا ده قطاع عرضي، وادي التو سمباثيك تشين. انبوبه الخضراء دي هي الاسوفيجس، ازيجوس فين تو ذا رايت، الثوراسيك داكت اهو ما بين الازيجوس وما بين الاورطة. بصوا بقى على البوستيرو انتركوستال الرايت، بصوا طويل ازاي وبيعدي تحت كل الحاجات دي كلها اهو.
تحت السمباثاتيك تشين وتحت الازيجوس وتحت الاسوفيجاس وتحت الثوراسيك داكت. انما هنا بصوا اقصر ازاي، بيعدي بس تحت السمباثاتيك تشين الليفت. فهمتوا؟ تعالوا برضو نفهم القطاع العرضي ده يا ولاد. ادي دي عندي الفرتبرا، دي عندي الاسترنم، ده الانترنال ثوراسيك اهو بيدي 2 انتيريور انتركوستال، ده الابدومينال ايورتا اهو وبيديني يا ولاد اهو البوستيريور انتركوستال. البوستيريور انتركوستال بيدي كولاترال على الابر بوردر اوف الريب بلو، وادي البوستيريور انتركوستال. طيب بصوا البوستيريور انتركوستال برانشز بقى. الاول قبل البرانشز، البوستيريور انتركوستال نفسه مع الكولاترال بتوعه بيعملوا انستموزز مع الاثنين انتيرو انتركوستال، ده كلام قديم. تعالوا نشوف البرانشز اللي بتطلع من البوستيرو انتركوستال، ودي زياده الصراحه مش عليكم. اول برانش بيطلع سباينال اهو عشان يغذي السباينال كورد. ثاني برانش بيروح ورا دورسال عشان يغذي الجلد والعضلات اللي ورا. ثالث برانش بيطلع اللي هو اللاترال كيتينيوس، فاكرينه زي بتاع النيرف بالظبط. وبعدين طول ما هو ماشي البوستيرو انتركوستال عمال ينقر العضلات بماسكولار برانشز، وبعدين بيعمل انستموزز هو والكولاترال بتاعه مع الاثنين انتيريور انتركوستال. يبقى اول برانش خالص اللي هو رقم واحد ده السباينال، 2 الدورسال، 3 ده لاترال كيتينيس، وطول ما هو ماشي عمال يدي 4 ماسكولار. وما تنسوش الانستموزز اللي عامله البوستيرو انتر اوسيس مع الكولاترال بتوعه مع الاثنين انتيريور انتر اوسيس. وزي ما في انترنال ماماري ارتري، في انترنال ماماري فين. دققوا كده معايا يا ولاد، ادي الانترنال ماماري ارتري. ايه الاثنين الزرق دول اللي ماشيين حواليه؟ دول اثنين فينا كوميتانت. طب تعالوا نعد الضلوع كده، 1 2 3. عند الثيرد كوستال كارتليج الاثنين فينا كوميتنت دول هيتحدوا سوا ويكونوا لي فين ازرق موجود على الميديال سايد اوف الانترنال ثوراسيك ارتري، واسمه انترنال ثوراسيك فين. طيب الصوره دي متاخده ازاي؟ متاخده ان انا نشرت الانتيريور وول اوف الثوراسيك كيج وبصيت عليه من جوه. عايزاكم تتخيلوا ان انتوا واقفين جوه القفص الصدري بتاع الراجل ده، وادي الاسترنم بتاعته قدامكم، ده اكيد الباك اوف الاسترنم، والعضله اللي فرشه زي العنكبوت دي اسمها استيرنو كوستاليس، وادي الانترنال ماماري ارتري قدامها ومعاه الانترنال ماماري فين اللي على الميديال سايد بتاعه. طب يا ترى ده بيصب فين؟ في الكورسبوندينج النومينيت، ادي النومينيت وادي النومينيت. طبعا النومينيت بيتكون من فين بالطول وفين بالعرض. الفين اللي بالطول اسمه انترنال جوجولار، والفين اللي بالعرض اسمه سبكليفيان. ادي النومينيت وادي النومينيت. ادي يا اولاد السوبيريور فينا كيفا بيتكون، ده السوبيريور فينا كيفا من اتحاد الانومينيت والانومينيت، وكل النومينيت بيكونوا فين بالطول وفين بالعرض. امال مين اللي صاب في النومينيت على الناحيتين؟ مين ده؟ ايوه ده الانترنال ماماري ارتري او الانترنال ثوراسيك ارتري. صحيح دي صوره للانترنال ماماري ارتري والانتيريور انتركوستال ارتريز والماسكولوفرينيك والسوبيريور ايبيجاستريك، لكن انا عايزاكم تتخيلوا ان الماسكولوفرينيك ماشي على الجنبين دي 2 فينا كوميتانت، وكذلك السوبيريور ايبيجاستريك 2 فينا كوميتانت، يعني فين على كل جنب. ومن الاثنين فينا كوميتانت بتوع السوبيريور ايبيجاستريك يتحدوا ويكونوا فين واحد اهو، والاثنين فينا كومتنت بتوع الماسكولوفرينيك يتحدوا ويكونوا فين واحد. الاثنين فينز بقى اللي على جانبي الانترنال ماماري ارتري اسمهم فينا كومتنت للانترنال ماماري ارتري، هيجوا بيهايند الثيرد كوستال كارتريدج ويتحدوا ويكونوا لي فين واحد
اسمه internal memory vein على الميديال سايد اوف الانترنال ميموري ارتري. طيب الانتيريور انتركوستال ارتريز دي ماشي معاها فينز، ماشي معاها فينز في كل السبيسز. طب بيصبوا بقى فين؟ طيب بتوع اول ثلاثة سبيس واحد واثنين وثلاثة هيلاقوا قصادهم الانترنال ميموري فين، بتوع أربعة وخمسة وستة هيلاقوا قصادهم الاثنين فينا كوميتانت بتوع الانترنال ميموري ارتري، بتوع سبعة وثمانية وتسعة هيلاقوا الاثنين فينا كوميتانت بتوع الماسكولوفرينيك، يقوموا صابين فيهم. الموضوع سهل. نيجي بقى يا ولاد للبوستيريور انتركوستال فين. عشان نتكلم عليهم كويس لازم نعرف ان في اتنين فينز في النك، فين بالطول اسمه انترنال جوجلر بيتحد مع فين بالعرض اسمه سب كليفيان عشان يعمل لي النومينيت فين، دي على الناحية الليفت. وعلى الناحية الرايت برضو فين بالطول بيتحد مع فين بالعرض عشان يعمل لي النومينيت فين. الاتنين النومينيت فين دول هيتحدوا سوا ويعملوا لي السوبيريور فينا كيف. في الوقت نفسه في الابدومن تحت الديافرام، ادي الديافرام نازل الانفيرور فينا كيفا من الكيفا الاوبننج زي ما خدنا قبل كده، ادي الانفيرور فينا كيفا بيصب فيه اتنين رينال فين اللي جايين من اتنين كيدنز، صح ولا لا؟ وكمان بيصب فيه لامبر فينز، عندي أربعة لامبر فينز على كل ناحية، أدي ده التالت، ده رقم تلاتة، وده رقم أربعة. طب واحد واتنين بيعملوا إيه؟ واحد واتنين هيتحدوا سوا ويعملوا حاجة اسمها ascending lumbar vein، طالع على فوق، أدي واحد وأدي اتنين هيتحدوا سوا ويعملوا حاجة اسمها ascending lumbar vein. إيه اللي هيتقابل مع فين موجود تحت الديافرام اسمه سبكوستال فين اهو، ويتحدوا سوا ويعملوا لي على الرايت سايد حاجه اسمها ازيجوس فين اللي هو الاصفر ده، وعلى الليفت سايد يعملوا لي انفيريور هيمي ازيجوس فين اللي هو الاصفر. طيب احنا خدنا قبل كده الكروره بتاعه الديافرام صح، خدنا ان الليفت كراس بتبقى كبيره اهي من الابر 3 لامبر فيرتبرا، وان الرايت كراس بتبقى قصيره من الابر 2 لامبر فيرتبرا، وان في ما بينهم ميديان اركويت ليجمنت اللي هو ده، وخدنا ان الازيجوس فين بيعدي من تحت الميديان اركويت ليجمنت من الايورتيك اوبننج اهو، يعدي هنا مع الابدومينال ايورتا. طيب امال الانفيريور هيمي ازيجوس بقى يعمل ايه؟ هيخرم الليفت كراس ويطلع على فوق للسوركس، يبقى هما الاثنين هيطلعوا على السوركس، واحد يعدي من ايورتيك اوبننج من تحت الميديان اركوت ليجامنت، والتاني يخرم الانفيريور كراس الليفت كراس اوف الديافرام عشان يطلعوا على فوق في السوركس. طيب في احتمال تاني لتكوين الازيجوز والانفيريور هيمي ازيجوز؟ ايوه، قال لي ان الانفيريور هيمي ازيجوز بيطلع من الباك هنقطه اوف الليفت رينال فين اهو، بيطلع على فوق وبرضه يخرم الليفت كراس اوف الديافرام، وان ال ازيجوس بيطلع من الباك اوف الانفيريور فينا كاف وبرده بيعدي من الايورتيك اوبننج اوف الديافرام، وان كل واحد بيستقبل السبكوستال، ده بيستقبل السبكوستال على الناحيه الليفت وده بيستقبل السبكوستال على الناحيه الرايت، وان كل واحد برده بيستقبل الاسندنج لامبر اللي معمول من الفيرست والسكند لامبر، ادي الفيرست لامبر والسكند لامبر هيتحدوا ويعملوا ascending لامبر يخش في الانفيريور هيمي ازيجوز على الناحيه دي، وادي الفيرست لامبر وادي السكند لامبر
هيتحدوا ويعملوا الاسندنج لمبر اللي بيخش في الازيجوز على الناحية دي. الاحتمال الثاني ان الازيجوز يطلع من الباك اوف الانفيريور فينا كيف، والانفيريور هيمي ازيجوز يطلع من الباك اوف الليفت رينال فين. ايه اللي هيحصل بقى بعد ما الازيجوز يدخل من الايورتيك اوبننج اوف الدايفرام والانفيريور هيمي ازيجوز يخرم الليفت كراس ويدخل في السوركس؟ والله الازيجوز هيبتدي يطلع على فوق اهو لحد ما يصب في السوبيريور فينا كيف. السوبيريور فينا كيف معمول باتنين النومينيت اهو، وادي السوبيريور فينا كيف. الازيجوز هيبتدي يطلع ويصب فيه وهيعمل قرش، الحته المتنيه دي اسمها قرش اللي عليها السهم. طيب والانفيريور هيمي ازيجوز هيطلع بعد ما خرم الليفت كراس ويصب في الازيجوز برضو يعمل تانية عند مستوى الفرتبرا اللي هي الثوراسيك 9. في الوقت نفسه قال لي ان في فين اسمه سوبيريور هيمي ازيجوز بيلم الفينس بلاد من الابر ثوراكس ويروح يحود ويصب في الازيجوز عند مستوى الفقرة رقم 8. يبقى دي عند 8 ودي عند 9، الكلام ده بيحصل في السوركس. طيب البوستيريور انتركوستال فينز ماشيه مع البوستيريور انتركوستال ارتريس، يبقى خدوا بالكم انا عندي انتيرو انتركوستال فينز وبوستيرو انتركوستال فينز، عندي انتيرو انتركوستال ارتريس وبوستيرو انتركوستال ارتريس، انما عندي انتركوستال نيرف واحد جاي من ورا ورايح على قدام. قال لي بالنسبة للفيرست بوستيريور انتركوستال على الناحيتين بيصب في الكورسبوندينج النومينيت اهو واهو، ده الفيرست. طيب بالنسبة لرقم 2 ورقم 3 هيتحدوا سوا ويعملوا لي حاجة اسمها سوبيريور انتركوستال. على الناحية الشمال هيصبوا في ال ليفت النومينيت برضو، مفيش غيره، بعد ما يكونوا حاجة اسمها سوبيريور انتركوستال. على الناحية الرايت ادي رقم 2 ورقم 3، 2 و3 يتحدوا يعملوا سوبيريور انتركوستال اللي بيصب في الارش اللي فيها السهم دي وفي الازيجوس. طيب بعد كده بقى رقم 4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11، كل دول من رقم 4 ل11 هيصبوا في الازيجوز نفسه. طيب نيجي بقى للناحية الليفت، من أول رقم 4 لرقم 8، خدوا بالكوا عند الفرتبرا رقم 8 دول بيصبوا في السوبيريور هيمي ازيجوز، لكن 9 و10 و11 بيصبوا في الانفيريور هيمي ازيجوز. وما تنسوش ان السب كوستال اصلا بيصب في الازيجوز او بيعمل الازيجوز على الناحيه الرايت، وبيصب في الانفيريور هيمي ازيجوز او بيعمل الانفيريور هيمي ازيجوز على الناحيه الليفت. يلا ولاد انتوا قولوا لي بقى مين ده رقم 1، مين رقم 2، مين رقم 3، مين رقم 4، مين رقم 5، مين رقم 6 اللي بتدخل مع الابدومينال ايورتا والازيجوز من نفس ذات الفتحه اللي هي اسمها ايورتيك اوبننج، مين رقم 7، مين رقم 8 موجود اللي هو السوبيريور فينا كيف. ولان في التكرار يعلم الشطار، تعالوا نشوف مين الفين الاصفر اللي بالطول ده
أكيد الانترنال جوجلر على الليفت سايد. طب مين الفين الأخضر اللي بالعرض ده؟ أكيد الليفت سبكليفيان، وده أكيد الرايت سبكليفيان، والأصفر ده أكيد الرايت انترنال جوجلر. طب فين الانومينيت؟ أهو ده ليفت النومينت وبيبقى طويل، وده رايت النومينت وبيبقى أقصر شوية، والاتنين النومينت بيعملوا لي الأحمر ده اللي هو السوبيريور فينا كيفا. أمال مين اللي داخل في السوبيريور فينا كيفا كده وعامل أرش؟ ده الأزيجوز أهو. ولو تلاحظوا ان الازيجوز داخل فيه عند مستوى تي 9 الانفيريور هيمي ازيجوز اهو، وعند مستوى تي 8 السوبيريور هيمي ازيجوز. طيب رقم واحد عن ناحيتين بيصب في الكورسبوندينج النومينيت، اتنين وتلاتة بيعملوا حاجة اسمها superior intercostal اللي بيصب على الليفت سايد في الليفت النومينيت، وعلى الرايت سايد اتنين وتلاتة بيصبوا في الارش اوف ازيجوز. نشطب هنا اربعة ونشطب هنا اربعة ونزودها تحت هنا، من اربعة لتمانية بيصبوا في السوبيريور هيمي ازيجوز. الباقي كله بقى بما فيهم أربعة أهو لحد 11 بيصبوا على الرايت سايد في الأزيجوز، وطبعا هنا في سبكوستال أكيد وهنا في سبكوستال. هنا رقم 9 و10 و11 بيصبوا في الانفيريور هيمي أزيجوز.